السلام عليكم واهلا وسهلا بكم على قناه طبيب اطفال. معاكم الدكتور محمد دسوقي، اخصائي طب الاطفال وحديث الولاده. هكلمكم النهارده عن خطا قاتل تسبب في حدوث كسر في الجمجمه ونزيف في المخ عند طفل رضيع عمره سنه واحده، والطفل حاليا محجوز في الرعايه المركزه بسبب خطا نبهنا عليه قبل كده، لكن للاسف في بعض الامهات لحد دلوقتي لسه بيقعوا في الخطا ده. احدى الامهات بعتت لي على الواتساب الاشعاعات بتاعه الطفل وحكيت لي القصه مع الطفل، وكانت بتسالني في تطورات الحاله، يعني الطفل ده ممكن يوصل لفين. القصه ان الطفل ده عمره سنه، ومامته للاسف كانت سايباه في المشايه، وباب الشقه اللي الطفل عايش فيها كان مفتوح، والناس هنا عايشين في دور علوي. الطفل اتحرك بالمشايه، خرج بره الشقه، وبعدين اتحرك ناحية السلم، المشاية خدت الطفل ووقعت بيه على درجات السلم كلها لحد البسطة السفلية بتاعة السلم. الطفل طبعا وقع على دماغه بشكل متتالي. بمجرد الطفل ما وقع، على حسب كلام الأم، الطفل فقد الوعي، يعني الأم راحت للطفل لقت الطفل مش في وعيه. بعد الطفل ما فاق مباشرة بدأ يرجع بشكل عنيف جدا. الأم أخذت الطفل راحت المستشفى، عملوا للطفل ده فحوصات معينة، أشعة مقطعية على المخ، وعملوا له أشعة رنين مغناطيسي. للأسف الطفل أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ. الحمد لله إن النوع ده من النزيف نقدر نتعامل معاه بشكل جراحي، فالطفل بالفعل دخل غرفة العمليات وعمل عملية، وحاليا موجود في الرعاية المركزة. إن شاء الله الطفل ده هيتعافى، وندعي ربنا إن الطفل ده يعدي من الأزمة دي بسلام، ويعدي منها سليم تماما من غير ما يطلع بأي مشاكل تخص الجهاز العصبي. الخطأ اللي أنا عاوز أأكد عليه، ممنوع استخدام المشاية للأطفال إطلاقا. الموضوع ده أنا نبهت عليه قبل كده. استخدام المشاية للأطفال ليه مخاطر كبيرة جدا. أحد أهم هذه المخاطر هو اللي حصل النهاردة. المشاية بتخلي الطفل يتحرك في مدى كبير، كمان المشاية بتبقى على عجل، بمجرد الطفل ما بيبتدي يحرك نفسه المشاية بتجري بسرعة. ممكن الطفل يتخبط في حاجة، ممكن يتكعبل والمشاية تقع بيه، ممكن تخرجه بره الشقة وتوقعه من السلم زي ما حصل معانا، ممكن توصله للمطبخ ويمسك حاجة فيها نار أو حاجة ممكن تضر الطفل. كمان المشاية ليها أضرار تانية غير الضرر ده، كنت اتكلمت عنها قبل كده بالتفصيل في فيديو سابق، هسيب لكم الفيديو ده في صندوق الوصف بتاع الفيديو. وبالمناسبة في توصيات من منظمة الصحة العالمية بمنع استخدام المشاية للأطفال إطلاقا، وفي دول أوروبية بالفعل منعت استيراد المشاية ومنعت تصنيعها ومنعت استخدامها بشكل نهائي. فرجاء من كل الأمهات، ممنوع استخدام المشاية للأطفال إطلاقا. بعض الأمهات اللي بيقولوا طب ما احنا استخدمناها مع أطفالنا وما حصلش مشكلة، هقول لحضرتك مش معنى ان ربنا سترها معاكي ان ده لازم يحصل مع كل الناس. طالما عندنا توصية بتقول ان المشاية خطر استخدامها، يبقى من الأفضل ان احنا نبعد عنها علشان نخلي أطفالنا في الأمان ونحافظ على أطفالنا دايما في أفضل حال. بدعو حضراتكم جميعا ان انتوا تدعوا للطفل ده ان هو ان شاء الله يقوم بالسلامة. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدوسوا على زرار الجرس علشان يوصل لكم فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. واشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي، وانتوا بخير وسلام وأمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.